تحية مني وتحية من كل الناس الطيبين للكبب والبنات الخنيقة اللي ما بيكلموش ولاد، اللي صحباتهم في الكلية بيقولوا عليهم كده، اللي هي بقت كبة عشان ما بتكلمش الولد، بقت خنيقة وفلاحة عشان عايشة وهي مع مكتفية بصحباتها البنات بس. عايز اقول لكم يا اللي بيقولوا عليكم كده، تحية من الله مباركة طيبة، اوعوا تسمعوا ابدا لحد الشيطان ما اثر عليه. مش مصاحب ليه يا ابراهيم؟ مش مصاحب عشان حاجات كتيرة يعني، بس اولهم عشان مفيش مسمى في ديننا يعني بيعرف حتة صحوبية. نعم، مفيش حاجة في ديننا اسمها صحوبية، عشان اي واحدة هتصاحبها لو مش هتتجوزها بتظلم نفسك وبتظلمها. نعم، بتظلمها لان هي لو اختك مش ترضى ان واحد يصاحبها، برافو عليك، وبعد كده يسيبها ويمشي. بتظلم نفسك لان انت بتضيع مجهودك ومشاعرك وفلوسك ووقتك وحاجات كتير قوي لواحدة ممكن ما تبقاش مراتك. نعم. احسن ان انت لا اقفل حق لقلبك كمان. ده انا بتكلم فيه على فكرة بجد. الواحد لما بيصاحب حد وبيعيش بقى الحياة بجد ويتعب نفسه ويبقى متأثر جدا في علاقته مع البني ادم اللي هو مصاحبها دي، لما بيسيبها فعلا بيتعب. عندي انس بالله، الانس ده يخليني نستغني، مش فارقه معايا اللي بيتريق عليا، ولا فارقه معايا اللي بيقول لي انت كب عشان ما تعرفش بنات، او انت خنيق عشان ما تعرفش بنات، انا مستغني بالله عز وجل. رباه ان رضاك غايه مطلبي، ما ضرني سخط البريه امرض. رباه ان رضاك غايه مطلبي، ما ضرني سخط البرية أمرض. يا جابر العثرات كلي جابرا، كم عاثر إن ترضى عنه سينهض. طب وانت جبت منين ان الاسلام مش عايز كده؟ عندنا في القران ايات بتقول على الصحوبيه انها ما ينفعش يبقى في صحوبيه بين الرجل والمراه. في ايه في القران واضحه جدا، وفي سوره النساء اللي يعني الكلام موجه للنساء، يقول الله تبارك وتعالى: ولا متخذات اخدان. ما ينفعش، اخدان يعني صديق، ما ينفعش للمراه يبقى لها صاحب. فالحقيقه الامور بالوضوح دون ان الاسلام جه في دي وقال لا، ما ينفعش خالص 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 الصحوبيه بنص الايه اللي في سوره النساء. ليه؟ هل تضييق علينا؟ لا، لان البنت بتتعب، بتتبهدل، بيحصل لها انكسار. اي كلمه او اي نظره او اي تفاعل بين ولد وبنت قليل او كبير بيشد قلوبهم لبعض، ما ينفعش. بس خدي بالك، ده يقدر يتجوزك، يعني ده بالنسبة لك مش محرم، فمسألة زي أخويا دي خدي بالك منها، وأنا مش عايز أطول في المسألة دي يعني لأن هي واضحة بصراحة. خدي بالك، فزي أخويا دي بلاش. تجربة الصحوبية يعني تجربة الصحوبية عامة فيها خسائر كتير، أبسطها إن البنت بتحس ما فيش بكرة مشاعر، بتحس إن هي مهانة نوعا ما، بتحس إنها مستهلكة، يعني ابتدت بقى مش البنت المصانة الجوهرة المدللة. البنت أول ما بتصاحب مبدئيا بتبعد عن أهلها، بتحس إن هي المفروض تواجه الدنيا لوحدها بقى خلاص. نعم. انا هتكلم عن تجربة ليا انا شخصيا. يعني قبل التجربة دي كنتش ملتزمة بصورة كبيرة، ولكن لما كنت بقف ادعي ربنا او اتكلم مع ربنا كنت بحس بقرب قوي، كنت بحس ان ربنا قريب مني. لما ابتديت احب حد حرام مع ربنا ابتديتش احس بده، لما ابتديت ادعي بعد كده ابتديت احس ان ربنا بعيد عني مش زي الاول. ده اولا. ثانيا يعني حب حد غير ربنا حرام، ربنا ما امرناش بيه، بيعمل سواد على القلب. يعني مش عارفه انا المفروض اقول ده ولا لا، بس كتير سهرت اتكلم في التليفون لغايه الساعه 3 الصبح وما استنيتش الفجر. يعني فعلا ده بيحصل، الواحد بيحس ان هو خلاص يعني في سواد على قلبه، غير لما يبقى بيحب الناس في الله. يعني ربنا امرني ان انا احب جوزي وامرني ان انا اطيعه. ممكن يبقى عذارة على مستوى برضو العاطفة، يعني اول واحد احبه ده لو ما حبتوش في دايرة في انها في نطاق حلال هيبقى خد مني حاجة، برضو خد مني حاجة ومشي وسابني، مع انه كان ممكن ما يبقاش هو ينفع كجوز، بس انت خلاص حاسة انه اتاخد منك حاجة، اهو ده من الاضرار لوحده. انا عايز اقول انه اصلا ربنا سبحانه وتعالى حاطط المبدأ ده، فكرة ان احنا نبقى ما جربناش كتير علشان يساعد الجواز. ما هو كل ما انت مجرب كتير وشايف الحلو من هنا والحلو من هنا وناسي الوحش من هنا والوحش من هنا مش هترضى بجوازة ابدا. احنا اللي بنضر نفسينا بفكرة المصاحبة دي. حسيت بيها انت لما تبقى جنبك واحدة يعني امرة، ايوة، وتشوف واحدة محافظة على نفسها، الله، والله العظيم بجد، ولا تبقى مقفلة ولا يعني للولد اللي بيفهم بقى يعني بجد، اللي هو بيقول ان هو بتاع بنات وكده بيعرف ان البنت دي غالية. لان ببساطة شديدة جدا اي حاجة
ليها قيمه ما بتلاقيهاش من الصوره زي ما بيقول. صح. يعني صح. بتلاقيها عزيزه يعني حتى انت لما بتفكر ليه ما تصاحبش او الكلام ده كله، فانت بتحاول تعزز نفسك عشان حد غالي، انت فاهم قصدي، تدي له الحاجات دي بجد. زي بالظبط انت لما تيجي تدي هديه لحد فانت بتبقى عايز تحافظ الغالي عليها الغالي. قوي وتلفها لفه حلوه قوي وتحافظ عليها قوي عشان لما تديها لحد ده تبقى احسن حاجه. جعل لكم السمع والابصار والافئده عشان نحبه ونعرفه سبحانه وتعالى. فاصرف الحب ده لله او للاشخاص والاشياء اللي الله قال لك حبها. لكن لو حبيت حب حرام انا خايف ده يكون عبوديه من دون الله. نسيبه يا جماعه نعيش حالات الحب لغايه ما يجي الجواز، ما تيجوا ندخر العاطفه دي في ارضاء الله. انا اتحدى ان بنت تقول انا بحب ولد وعلاقتي بربنا تطورت تطور عظيم جدا. ابدا، حاجه بتشدك لورا، كل ما تبقي عايزه تقربي من ربنا بتتشدي لورا. انا عارف ان جوانا العاطفه كده كده، وان لغايه ما يجي الجواز طب هنودي فين العاطفه دي؟ ما نوديها لربنا، ما تيجوا نجرب نوديها لربنا. اسمع حسان بن ثابت شاعر النبي وهو بيقول، تشوف الحب عامل ازاي، بيقول له ايه؟ بيقول له ببابك لن اغادره ولن اسعى الى غيرك، سانسج بالرضا ثوبي واشرف انني عبدك، واهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك، الهي خالق الاكوان اشرف انني عبدك، الهي فالق الاصباح شرفي انني ملكك. طيب يا عم مش هنعرف بنات ومش هنكلم بنات لغايه ما نتجوز، انا عايز اتجوز اعمل ايه؟ الوصية لو انت عايز تتجوز، شوف ملك الملوك الذي بيده ملكوت السماوات والارض بيقول لك تعمل ايه عشان تتجوز، والا نبقى نسينا لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله يعني احنا ملناش اي قوة ولا نعرف اي حاجة. يا رب مشي لنا حياتنا وصرف لنا حياتنا، احنا لو مشينا ورا قراراتنا ورا خططنا هنضيع. لكن انت يا رب لو وفقتنا وسددت خطانا ويسرت لنا وسخرت قلوب الناس يا رب احنا كده هننجح ونبقى سعداء في الدنيا. ما تنسوش يا جماعه ان الانسان بيحب بقلبه وبعينيه ودي نعم ربنا قال لنا استغلها في طاعتي. وحب زي ما انت عايز بعينيك وبقلبك وبكل حاجه في مراتك، لكن حب قبل مراتك لا. فاوعى نكون كفرنا النعمه، كفرنا يعني لم نعترف بها او صرفناها في غير طاعه ربنا. ان الله لا يحب كل خوان كفور. خنا المسلمين وكمان ما اعترفناش بنعمة ربنا القلب والعين والايد اللي ممكن تلمس ايد بنت دي. احنا مش كده يا أمة النبي، انتوا مش كده. ده النبي كان بيعيط عشان صلى الله عليه وسلم. لسه قريب قوي واحد كان قاعد معايا في مطعم بيحكي لي عن قصة مصاحبة لسه منتهية كان بقالها سنة ونص او سنتين، وقال لي كلمة غريبة جدا انا ما استغربتهاش دلوقتي بس كان ممكن زمان استغربها زي ما اي حد بيتفرج.